سفيرة نوايا حسنة، وأقدر أساعد على قدر الإمكان في قضايا وطني والوطن العربي كله. الحمد لله، not bad. ومرقتي بمرحلة غرور عديتيها خلاص؟ كانت بدري الحمد لله، لأني ابتديت بدري فخلصت الغرور على العشرين سنة. ليه شي كنت تعملي أنت ومغرورة؟ قولي لي هيك شي. لا يعني مثلا علاقتي مثلا بالصحافة ما كانتش أحسن حاجة. شو كنت تقولي مثلا؟ قالوا مرحبا هند بدي أعمل معك انترفيو. ما هي المشكلة إنه الصحافة ساعات بتكلمك في أوقات إنه 3 الصبح تليفونك بيرن، ففي الأول إنه حضرتك بتكلمني ليه 3 الصبح؟ أنا أعرفك منين عشان يعني أنا نايمة، فكان دايما ردودي ناشفة. تعلمت هلا إذا حدا تلفن شو بتعملي؟ ما بردش أصلا.